لو أن الإنسان استقام على دين الله تبارك وتعالى وعلى منهج الله تستقيم له الحياة ولا عليه. إذا ما هلك الناس جميعا ونجوت، ولأنه إذا ما شغلت نفسك بالخلق في غير شاغل، في غير شاغل، أما أن تكون مهموما بالناس لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يقبلون على دين الله ولا على سنة رسول الله، فهذا عليه أجر وبه فضل وله رفعة بمنزلة عند الله. وأما أن تهتم بالناس في أحوال حيواتهم وغير ذلك من تلك الأشياء التي تعرض للخلق في هذا المجتمع المضطرب، فهذا أمر لا عليك منه. ولأنه ماذا تستفيد إذا ما ربحت العالم كله وخسرت نفسك؟ ماذا تستفيد إذا ربحت العالم كله وخسرت نفسك؟ فما الذي تستفيد؟ لن تستفيد شيئا. ولكن علينا أن نجتهد من أجل أن ننقذ أنفسنا من النار، علينا أن نجتهد من أجل أن ننقذ أنفسنا من النار. لأن النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا، فإني لا أغني عنك من الله شيء. يا عباس يا عم رسول الله، لا أغني عنك من الله شيء.